هل تجوز صلاة الرجال والنساء في نفس المكان من دون ستار؟ النساء يكن خلف. كان هذا الحال على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، النسوة كن يصلين خلف الرجال، ولكن كلما ابتعدنا فهو أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.